انتشر مرض الليشمانيا في هذه الفترة بشكل كبير جدا جدا في مناطقنا، ويعود ذلك لأهم سببين. السبب الأول وهو الأهم هو توقف العلاج الوقائي بمكافحة الحشرة الناقلة للمرض. توقف دعم المبيد الحشري لمدة سنتين متواصلتين، أدى هذا إلى انتشار ذبابة الرمل بشكل كبير جدا ونقله لمرض الليشمانيا، بالإضافة إلى تعليق أو تقليل الدعم الدوائي الخاص بعلاج المرض. طبعا أدى هذا إلى تضاعف عدد الحالات بشكل كبير جدا جدا. قمنا بهذه الحملة لإجراء توعية للناس عن أهمية المرض وانتشاره وسبل الوقاية منه، بإضافة إلى ظهور حالات جديدة وعديدة من الليشمانيا الحشوية، وهو يعتبر مرض قاتل إذا لم يتم علاجه. نتمنى أن ينتشر وعي كامل بين الناس بأهمية المرض وأهمية علاجه بشكل كامل وسبل الوقاية منه لتخفيف المرض لأكبر قدر ممكن.